بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في خطبته بتبوك وصلاته. قول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في خطبته صلى الله عليه وسلم بتبوك وصلاته فيها. من المعلوم أنه خرج صلى الله عليه وسلم لتبوك قاصدا الروم والفرس ليؤدبهم ويعلمهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقوم عليهم الحجة. فهو عليه الصلاة والسلام خرج إليهم لما علم أنهم يستعدون بجيش يوجهونه إلى المدينة. فمن حكمته صلى الله عليه وسلم أنه توجه إليهم قبل أن يتوجهوا إليه، فأرعبهم ذلك وخافوا وتورقوا. فوصل إلى تبوك عليه الصلاة والسلام، واصطلح مع عدد من أمراء تبوك وما حولها ودومة الجندل وما حولها، ورجع غانما مظفرا منصورا بإذن الله تعالى. ثم إنه ما يخلو موقف من مواقفه، أو غزوة من غزواته، أو مجال من مجالاته إلا وفيه فائدة، على غرار ما قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالذين يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الغزوات يستفيدون علما وفقها وحكمة عليه الصلاة والسلام. وهذا والله يحثهم بقوله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فهم ينفرون مع النبي صلى الله عليه وسلم يتفقهون في الدين ويدرسون العلم وهم في سفرهم معه صلى الله عليه وسلم في الجهاد. فإذا رجعوا أخبروا أصحابهم في المدينة وفي غيرها بما قاله عليه الصلاة والسلام في هذه الأثناء. فهو عليه الصلاة والسلام لما توجه إلى تبوك ووصلها خطب خطبة عظيمة فقه فيها الناس في أمور دينهم ودنياهم عليه الصلاة والسلام، فقال في خطبته: نعم. ذكر البيهقي في الدلائل والحاكم من حديث عقبة بن عامر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فاسترقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة لما كان منها على ليلة فلم يستيقظ فيها حتى كانت الشمس قيد رمح. قال: ألم أقل لك يا بلال اكلأ لنا الفجر؟ قال: يا رسول الله
ذهب بها من النوم الذي ذهب بك، فانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك المنزل غير بعيد، ثم صلى، ثم ذهب بقية يومه وليلته، فأصبح بتبوك، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد. فإن الإمام البيهقي رحمه الله في دلائل النبوة أننا خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك لقتال الروم هناك، فلما وصلنا تبوك أو قبل وصولنا إليها قال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم وقد سهروا طويلا، فقالوا: لو عرسنا بقية ليلتنا، يعني نمنا نستريح. فقال عليه الصلاة والسلام: أخشى عليكم أن تفوتكم صلاة الفجر. نمتم متأخرين، والنوم المتأخر عرضة صاحبه لفوات صلاة الفجر، فالذي يتأخر في النوم ولا يستيقظ لصلاة الفجر يكون هو المتسبب لتفويت صلاة الفجر. فكان الأجدر بالمسلم أن يتقدم في نومه، وإذا تأخر فلا ينام حتى يصلي الفجر. فقال بلال رضي الله عنه: أنا أحرسكم يا رسول الله. يتبرع رضي الله عنه بالحراسة لهم وإيقاظهم لصلاة الفجر، لأنه يحب أن يرتاح الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بقية هذه الليلة، ويسهر هو ويتعب ما يبالي بتعبه لراحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا أن بلال التزم وقام يصلي، ونام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، ثم إن بلال اتكى على ما كان يصلي بين يديه فنام، فما استيقظ الجميع إلا بحر الشمس، يعني بعدما طلعت الشمس واحترت استيقظوا جميعا. فقام عليه الصلاة والسلام من نومه لحكمة يريدها الله جل وعلا، لأنه جل وعلا يريد أن يشرع لعباده. لو لم ينم النبي صلى الله عليه وسلم هذه النومة لا أشكل على الناس بعده كيف يصلون إذا فات الوقت. فالله جل وعلا أراد أن يشرع لعباده. فلما استيقظ صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الوادي فيه شيطان، فلا بد أن نرتحل عنه. فارتحل صلى الله عليه وسلم غير بعيد، ونزل، فتوضأوا وصلوا بعدما طلعت الشمس وارتفعت صلاة الفجر. وهذا تشريع لهذه الأمة على أن من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، خلافا لما يعتقده بعض الجهلة بأن الصلاة لا تصح إلا في وقتها، وأن من فاته الوقت في صلاة الفجر عليه أن يؤخر الصلاة إلى الغد. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أخر شيئا من الوقت، لما استيقظ صلى، وقال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذه كفارة التأخير
أن يبادر بصلاتها عليه الصلاة والسلام، بادره وأمر الصحابة بأن يبادروا، ثم سار عليه الصلاة والسلام وطال مشيه وسيره حتى وصل إلى تبوك. نعم. فأصبح بتبوك فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم، وخير السنن سنة محمد، وأشرف الحديث ذكر الله، وأحسن القصص هذا القرآن، وخير الأمور. هذه حكم وفوائد جمة تستفاد من هذه الكلمات القصيرة اللفظة الكثيرة المعنى. يقول صلى الله عليه وسلم مرشدا للأمة، ولم يعنفهم ولم يلومهم في تأخير صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، لأن هذا كما قال بلال رضي الله عنه: يا رسول الله، أخذني الذي أخذكم. لما استيقظوا قال: أين أنت يا بلال؟ ألم تلتزم بأن توقظنا؟ قال: بلى يا رسول الله، لكن أخذني الذي أخذك، النوم. النوم كما يقولون سلطان جائر، يعني ما يستطيع الإنسان أن يتخلص منه. إذا أخذ النوم العبد ما يدري ماذا يكون الوقت. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أرشدهم بهذه الكلمات بأن أصدق الكلام كلام الله، لا يعدله شيء ولا يساويه شيء، وما هو بقول البشر، بل هو كلام الله حقا، لفظه ومعناه، كما تقدم لنا في الكلام على القرآن أن القرآن كلام الله تكلم به جل وعلا، ولم ينازع في هذا أحد من أهل العلم الصدر الأول من الصحابة والتابعين، وإنما وجد أهل البدعة فيما بعد فقالوا: الكلام عبارة عن كلام الله، أو معنى كلام الله، أو كذا أو كذا، كل هذه كلمات ما أنزل الله بها من سلطان. هذا القرآن كلام الله حقا، ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تحداهم الله جل وعلا بالإتيان بعشر سور من مثله فما استطاعوا، فأتوا بعشر سور من مثله كما في سورة هود. ثم تحداهم جل وعلا بالإتيان بسورة واحدة من مثله فما استطاعوا، كل هذا لأن هذا القرآن كلام الله الذي يعلم السر وأخفى، يعلم الغيب وما كان وما سيكون، لو كان كيف يكون، يعلم كل شيء جل وعلا. وأما المخلوق فهو لا يعلم إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن أبدا، لولا أنه وحي من الله جل وعلا أوحاه إليه، فوحي أوحاه الله جل وعلا إلى رسوله، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه. لما ضاعت ناقته في الطريق قال بعض المنافقين: انظروا إلى هذا الرجل يزعم أنه يأتينا بأخبار السماء وأخبار الجنة والنار وما إلى ذلك، وناقته لأن ضاعت ما يدري أين هي. فأطلع الله رسوله على هذا القول فقال: يا فلان ما
من المنافقين إنك قلت كذا وكذا، وإني والله لا أعلم من الغيب إلا ما أطلعني الله عليه، وإنه أطلعني الآن أنها في روضة كذا حبستها شجرة تعلق رسنها في هذه الشجرة، فاذهبوا إليها فستجدون هناك. فذهبوا إلى هذا الوادي قريبا منهم، ما راحت بعيد، قريب منهم، فذهبوا إلى هذا الوادي فوجدوا رسنها متلوس على الشجرة وما استطاعت أن تمشي ولا تتقدم ولا تتأخر. الله أكبر. والمنافق يقول أن هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يزعم أنه يعلم من الغيب الشيء الكثير ويأتينا بأخبار السماء وكذا وكذا، والآن ضاعت ناقة ما يدري أين هي. والله جل وعلا قال عنه: قل إني لا أعلم الغيب ولا ما أعلم الغيب، ما يعلم الغيب إلا الله جل وعلا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فخير الكلام كلام الله جل وعلا وأصدق الكلام. نعم، الكلمة التي بعدها. وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها. وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأشرف الحديث ذكر الله، وخير الكلام وخير الكلام القرآن هو أصدقه، ثم يتعلق بإبراهيم ما هو خيره. وخير الملل ملة إبراهيم، وخير الملل الطريقة والشريعة ملة إبراهيم حنيفا التي أوحى الله جل وعلا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، وشريعته هي أتم الشرائع وأحسنها وأبعدها عن الزيغ، وهو حنيفا مائلا عن الشرك إلى التوحيد عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وخير السنن السنة الطريقة التي يسير عليها المسلم سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أضيع على وحده. وأشرف الحديث ذكر الله، أشرف الحديث ذكر الله، يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل ما تكلم به المسلم لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، فهو أفضل كلام وأصوبه وأحسنه، ويحسن بالمرء إذا سكت ألا يسكت، أن يذكر الله جل وعلا، لأن ذكر الله جل وعلا نور للقلب والبدن وسلامة له. يقول لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهكذا أفضل ما يتكلم به الإنسان ذكر الله جل وعلا. وأحسن القصص هذا القرآن، وأحسن القصص القصص العلم الكلام الذي يحدث، وأحسن القصص هذا القرآن، لأن هذا القرآن وحي من الله جل وعلا الذي أوحاه إلى رسله، فهو عليه الصلاة والسلام تلقى القرآن من لدن حكيم عليم من الله جل وعلا. يعني ما في أحسن من قصص القرآن. قصص القرآن: قصة إبراهيم، قصة نوح، قصة يوسف، قصة كذا، قصة كذا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، فهي أحسن القصص، ولا مراء فيها ولا جهل ولا زيادة ولا نقص، بل هي قصص حكيم صادق لا مرية فيه. نعم. وخير الأمور عوازمها، وخير الأمور عوازمها
وخير الأمور عوازمها، يعني ما عزم عليه المرء وتيقنه وسار عليه لا يتردد في هذا بل يعزم على ذلك. وشر الأمور محدثاتها، شر الأمور محدثاتها يعني ما أحدثه الناس من البدع هي شر لا خير فيه. والواجب على المسلم أن يسلك مسلك السلف الصالح، مسلك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ويترك الأمور المحدثة ويبتعد عنها، لأنه ليس المطلوب من الأمر من الإنسان يجدد في الدين، لا، التجديد في الدين بدعة، التجديد في أمور الدنيا جائز، التجديد في أمور الدنيا في المنازل في العمل في الدوام في كذا في كذا هذا جائز، كان يكون الدوام مثلا من الساعة 8 إلى الساعة 12، من الساعة 9 إلى الساعة 13 إلى الساعة 2 وهكذا هذا يصلح. الغداء يكون الضحى ثم يكون العصر ثم يكون كذا، فكان الناس أولا يتغدون عند طلوع الشمس ثم جددوا أحوالهم وتغدوا ضحى ثم جددوا أحوالهم وتغدوا ظهرا ثم تجددت أحوالهم وتغدوا بعد السنتين وهكذا. والعشاء كانوا يتعشون بعد صلاة العصر بقليل بعد العصر، ثم تركوه بعد المغرب، ثم صار بعد العشاء، ثم جعله البعض إلى منتصف الليل، وهذا لا بأس على الناس في التقديم والتأخير، لأن هذه من الأمور العادية ما يدخلها الشرع. يقول الحجاج مما يمتح به الحجاج، يقول: رسولي إليكم الشمس إذا طلعت فهلموا للغداء، وإذا غربت فهلموا للعشاء. كان عنده مضياف واسع يضيف الناس، فيقول: ما يحتاج أني أرسل لكم مندوبين يحضرونكم للغداء والعشاء، رسولي إليكم الشمس فإذا طلعت فتعالوا للغداء، وإذا غربت فتعالوا للعشاء. وهكذا الأمور العادية، لكن الدين ما نبي أحد يزود فيه ولا ينقص، نبي على ضوء ما رسمه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، إحداث البدعة ضلال وبعد عن الصواب وتعرض للعقاب والعياذ بالله. وشر الأمور محدثاتها، نعم، وشر الأمور محدثاتها، وأحسن الهدي هدي الأنبياء. وأحسن الهدي طريقة يسير عليها الإنسان طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، في العبادة وفي غيرها، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الخطأ، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الصيام أحسن الصيام صيام داود، كان عليه الصلاة والسلام يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يقوم نصف الليل وينام ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه عليه الصلاة والسلام، وكان لا يفر إذا لاقى عدوه، ما يؤثر عليه هذا العمل لأنه اعتاده ويستعين به على طاعة الله، فكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى العدو عليه الصلاة والسلام. هذا من هديه عليه الصلاة والسلام، وهو خير وأفضل عمل. لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عبد الله بن عمرو يصوم النهار
ويقوم الليل. سنكر ذلك منه صلى الله عليه وسلم وقال لأبيه القني به، يعني لا تلوه تجيبه غصبا عليه. هذا فعل حسن فعله، لكنه ما نريد أن يشق على نفسه، لا تغضبه القني به. فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم معه أبوه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تصوم النهار وتصوم النهار وتقوم الليل؟ ما يسع أن يكذب ويخفي عمله. قال بلى يا رسول الله. وزوجه أبوه ابنة من بنات قريش، فكان كلما مر بها كيف حال زوجك بعلك يا عبد الله؟ قالت نعم الرجل نعم الرجل. قال زين صرت راضية عنه الحمد لله. وهكذا. فلما طول عليها وأكثر عليها الأسئلة قالت رضي الله عنها يا عمر يا عمر ما وطأ لنا فراشا منذ دخلنا عليه. شو زوجتي زوجك تمدحين وما وطأ فراشك؟ قالت زوجي كان يصوم النهار ويقوم الليل، ما لي منه نصيب أبد. قال رضي الله عنه لا ما يصير كذا. فأخذ الولد معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو العابد مشهور من الصحابة، فقال ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال بلى يا رسول الله. قال لا لا تفعل هذا، إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، لكل واحد لهم حق، أعطى أحد حقه. صم يوما من الشهر. قال يا رسول الله النبي قدر على الصيام ما يكفيني هذا. قال صم يومين. قال فيه قدرة. قال صم ثلاثة أيام. قال فيه قدرة. وألح على النبي صلى الله عليه وسلم قال صم يوما وأفطر يومين. قال يا رسول الله فيه قدرة. قال صم يوما وأفطر يوما. قال أريد أفضل من هذا. فقال له عليه الصلاة والسلام لا أفضل من هذا، لا أفضل من صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما. رضي الله عنه صم يوما وأفطر يوما، لا أفضل من هذا، هذا أحسن العمل في الصيام. فلما كبر وعجز عن الصيام قال يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا العمل، فما أحب أن يخلف رضي الله عنه. وقم قيامه بالصلاة، نم نصف الليل ثم استيقظ ثلثه وصلي، ثم نم سدسه قبل صلاة الفجر. وأحسن الهدي هدي الأنبياء، عمل الأنبياء هو أحسن طريقة يسلكها المسلم، ولا يغلو ولا يتجاوز ولا يفرط. فالمسلم يخاف عليه من أمرين، الغلو أو التفريط. الغلو والزيادة، والتفريط النقص والإضاعة، يكون المسلم بين بين. فإذا هم بأمر فلينظر أحياه عمل هذا حث عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم فليبادر إلى ذلك، أم هو مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم فلينتهي عن ذلك. مثل هؤلاء الإخوة هداهم الله اللي يعتمرون في كل يوم أو يعتمروا في رمضان بستين عمرة، عمرة في الليل وعمرة في النهار. نقول لهم هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ أم أنتم أهدى من النبي صلى الله عليه وسلم في طاعته لله؟
وهكذا إذا هم المسلم بالاجتهاد في الطاعة والعبادة أن ينظر في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهو مما يرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ثم هؤلاء الذين تجدهم يعتمرون في كل يوم عمره وكذا إلى آخره، تجده إذا سلم الإمام يسلم قبل الإمام حتى يركض يستلم الحجر الأسود، هذا من هدي الأنبياء؟ لا. تجده يسلم قبل الإمام بلحظات، لما؟ لأجل أن يقوم فزعا إلى الحجر الأسود. كل هذا لم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا التسابق والتنافس في تقبيل الحجر الأسود. يقول صلى الله عليه وسلم لعمر: إنك رجل شديد قوي، فلا تزاحم على الحجر الأسود، فإن وجدت فرجة فاستلمه وقبله، وإلا فأشر إليه وسر، كبر وامشي. تجد الواحد منهم يسلم قبل الإمام يفسد صلاته كلها، وهو ليس خارجا قبل أن يخرج من الصلاة، وليس ذاهبا لغرض سريع، بل ليأتي بهذا أو نحوه، وإنما الإمام جعل ليؤتم به، فإذا كبر انتهى تكبير الإمام وكبر، وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده لا تقل شيئا أنت حتى يسكت الإمام، فإذا سكت الإمام انتقل إلى ما بعدها فأتي بها. وأشرف الموت قتل الشهداء. أشرف الحياة والموت موت الشهداء، لأن الميت ميت، إلا الشهيد فإنه حي يبقى حياته مستمرة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولهذا قالوا من الحكمة أنه لا يصلى عليه الشهيد لأنه حي، كيف نصلي على رجل حي؟ إما علل العلماء به عدم الصلاة على الشهيد، قالوا لأنه حي يرزق يأكل ويشرب، أحياء عند ربهم يرزقون، وقالوا إنه ليس بحاجة إلى الشفاعة، إنه يشفع هو للناس وليس بحاجة إلى الشفاعة، والصلاة عليه شفاعة له عند الله جل وعلا، نشفع له ونقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفو عن هذا الميت. هذا الشهيد ما يحتاج إلى أن نقول ذلك، والله جل وعلا قد تفضل عليه بهذه الأمور. فأفضل ما يموت الإنسان على شهادة يقتل في سبيل الله يبقى حيا ما بقيت الدنيا. وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى. وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى، الضلالة عمى وجهل وضلال، لكن إذا كانت بعد الهدى والعياذ بالله، أن يستقيم المسلم على طاعة الله ويستمر على ذلك ثم يترك طاعة الله جل وعلا ويعمى، مثل من ارتد عن الإسلام بعد علمه بالإسلام وتعاليمه، أو إنسان هداه الله للاستقامة على الحق ثم يترك الحق وهكذا، أو ينشغل بالدنيا ويترك أمور الآخرة. أعمى العمى وأشده وأفظعه الضلالة بعد الهدى، الضلالة سيئة وخبيثة،
ولكن إذا كانت بعد الهدى فهي أشد خبثا وأشد شرا. وخير الأعمال ما نفع. وخير الأعمال وخير الأعمال ما نفع وخير الهدى خير الأعمال ما نفع. لا تعمل شيئا إلا ينفعك الله به. لا تعمل شيئا ما تنتفع به. مثلا يعمل بعض الناس يضيع الوقت يقول نقضي به الوقت، هذا ما تستفيد منه شيئا، الوقت ثمين. يعمل شيء تستفيد منه، اعمل، اقرأ القرآن، صل لله، تصدق، اعمل عملا صالحا تستفيد منه. خير العمل ما نفع صاحبه، ينفعه في الدنيا والآخرة. وخير الهدي ما اتبع. خير الهدي ما اتبع، خير ما تهدي نفسك أو تهدي غيرك إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. واحذر البدعة فإن البدعة ضلالة. وشر العمى عمى القلب. شر العمى عمى القلب. العمى عمى قلب وعمى بدن. عمى البدن قد لا يضر أحيانا ويستفيد المرء منه فائدة كبيرة. تجد قادة الناس في هذا العصر وما بعده العميان. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أعمى لكنه يقود الناس إلى الهدى. الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله أعمى لكنه يقود الناس إلى الهدى. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أعمى، وهكذا الشيخ عبد الله العنقري رحمه الله أعمى، وهكذا مثل ما قال أخو الملك عبد العزيز للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله لما أتاه بطلب فتح المعاهد العلمية ليستفيد منها طلبة العلم، فقال يا أمير، يا الأمير عبد الله، ما نبي الطلاب يدرسون في المعاهد خشية أن يكون همهم الدنيا. لكن قال له كلمة، قال يا شيخ، الآن عندنا 4 عميان، أنتم تقودوننا إلى الصواب ونمشي وراكم، وأنتم عميان تقودوننا إلى الصواب ونمشي وراكم، إذا رحتوا من يصير يتولانا؟ نبي عميان مثلكم ما نلقى، لكن نبي طلبة العلم يتعلمون علشان يقودوننا بعدكم. وهكذا فهو رحمه الله حتى أقنع الشيخ محمد بفتح المعاهد العلمية والاستفادة منها، ولا يقول نبي الطلاب يدرسون دراسة ما هي دراسة معاهد، دراسة في المساجد، دراسة خفيفة تكفيهم. 4 عميان يقودونها. فعمى البصر هذا بسيط ونعمة من الله جل وعلا على عبده، وقد يعوضه الله جل وعلا ذكاء وإدراك للمسائل العلمية والاستفادة منها، بخلاف عمى القلب. فإذا عمي القلب والعياذ بالله، ولو كان المرء يبصر بصرا شديدا فإنه يضل ويزيق عن الحق ويترك الهدى والعياذ بالله. فشر العمى عمى القلب، إذا عمي القلب فإنه لا يبصر حقا ولا باطلا. نعم. وشر العمى عمى القلب. واليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي المعطية، واليد السفلى هي الآخذة. فالله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يقول يكون كل واحد منكم يد عليا، يعطي ولا يأخذ، ينفع إخوانه المسلمين ولا ينتفع منهم بشيء، يعطيهم لوجه الله جل وعلا. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى.
وقل وكفى خير مما كثر وألهى. القليل مع الغنى مع الكفاف يكفي الإنسان، لن يأكل إلا ببطن واحد ولن يلبس إلا ثوبا واحدا وهكذا. فإذا كان المرء عنده 10 بيوت هل يستفيد منها؟ يستفيد من واحد والباقي يشغل إنه زيادة. لكن عنده 3 سيارات وشبه الثلاث، الواحدة تكفي، الواحدة تقضي عليه يقضي بها لوازمه وتكفيه، لكن الثنتين الثانيات يبن إصلاح ويبن شغل ويبن كذا وهما هو في غنى عنهن. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. المال إذا كان كثير فإنه يلهي صاحبه ويشغله عن طاعة الله، كحال الرجل الذي قال يا رسول الله إن الله أعطاني مالا سأصدق وأعطي وكذا وكذا فادعوا الله لي بكثرة المال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المال إذا قل وكفى خير لك مما كثر ولها. مال تطيق وتستفيد منه خير من مال لا تؤدى الواجب فيه ولا تستفيد منه. فألح على الرسول صلى الله عليه وسلم فدعا له وكثر ماله. ثم جاءه المتصدق هل يقبض الزكاة؟ قال أعطني زكاة مالك. قال ما عندي زكاة، هذا مال كسبت أنا بجهدي وطاقتي ولن أعطيك منه شيء، هذا نعمة من الله جل وعلا أعطاك إياه والله، أدفع الزكاة. قال ما أدفع شيء، هذه جزية وأنا مسلم، شلون تأخذون منا الجزية؟ أنا مسلم وهذه جزية. ورفض أن يدفع للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب عنه المتصدق ندم وتحسف وساءت حاله، فأخذ زكاته وأتى بها للنبي صلى الله عليه وسلم وردها، فلم يقبلها منه لأنه أخلف ما وعد الله جل وعلا. ثم أتى بها إلى أبي بكر فأبى يقبلها، ثم أتى بها إلى عمر فأبى يقبلها، وهكذا. فرب كمال كثر يكون ضررا على صاحبه وهلاكا له في الدنيا والآخرة. وشر المعذرة حين يحضر الموت. وشر المعذرة حين يحضر الموت. المرء إذا فكر في نفسه قبل الموت فإنه يسلم ويسعد بإذن الله، يقول علي زكاة أخرجها، علي كذا واجب أقوم به، يجب علي أن أصلي في المسجد يصلي في المسجد وهكذا. لكن إذا حضر الموت ما يستطيع يقدم ولا يؤخر، ويكون زكاته في ذمته، ولا يتوب إلى الله جل وعلا، ولا يعذره ربه جل وعلا عند الموت. عليه أن يتقي الله جل وعلا قبل أن يحضر الموت، فإذا حضر الموت حينئذ فلا معذرة. وشر الندامة يوم القيامة. شر الندامة، الندامة التأسف على ما مضى وأنه يندم الإنسان على ما فعل. لكن هذا الندم إذا حصل في الدنيا فإنه يعتذر إلى ربه وربما عذره، لكن يوم القيامة يندم على ما فرط في حق الله. هل ينفعه الندم؟ ما ينفعه، ما يجازى إلا بما فعل. ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دبرا. من لا يأتي الجمعة إلا دبرا، يعني يتأخر، يكون كسلان عند حضور صلاة الجمعة، يتأخر حتى تقام الصلاة ويحرم من الاستفادة من الخطبة، وهذا لا يجوز. وإنما الواجب على المسلم أن يبادر لصلاة الجماعة وصلاة الجمعة ويبكر إليها،
ويتأحضر قربه فيها وهكذا. ومنهم من لا يذكر الله إلا هجرا. منهم من لا يذكر الله جل وعلا لا يتبطل لذكر الله أبدا إلا هجرا، يعني منعا، ما يذكر الله جل وعلا أبدا ولا يندم على ذلك حتى يموت على هذه الحال والعياذ بالله. ومن أعظم الخطايا اللسان الكذاب. ومن أعظم الخطايا اللسان الكذاب، إذا ابتلي العبد بلسان كذاب فإن خطيئته تستمر ولا ينضوي ولا ينصح نفسه ولا يترك الكذب، والكذب صفة المنافقين والعياذ بالله. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، والعكس هو المطلوب من العبد، لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فالواجب على المسلم أن يحذر الكذب، لأن الكذب من صفات المنافقين. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وستأتي بقية خطبته صلى الله عليه وسلم، فكلها حكم ودرر وفوائد عظيمة. يقول السائل: أنا متمتع بالعمرة إلى الحج، وبعد أيام سأخرج إلى الطائف إن شاء الله لأقضي بعض حوائجي، والسؤال: هل يجب علي الإحرام من الميقات أم لا؟ وإن لم أحرم هل علي شيء؟ نعم يا أخي، ما دمت متوجه إلى مكة وتمر بالميقات وأنت تريد الحج فأتب عمرة وتكون على تمتعك السابق. فلو أتيت بعمرة مكررة 3 أو 4 مرات مثلا فأنت متمتع. وإذا لم تأتي بالعمرة قلنا لك يلزمك عند الحج أن ترجع إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه. يقول: شخص نبتت شجرة كبيرة وسال أغصانها على أرضي وأثمرت وسقطت الثمار على أرضي، هل آخذها وآكلها بدون إذن من صاحبها؟ أكل الثمرة هذا شيء يسير يأكل منه الإنسان ولا بأس عليه، خاصة ما دام هذا الثمر ساقط في الأرض فإنه لا محذور في أكله إن شاء الله. يقول السائل: ما حكم تخصيص مكان للاجتماع للتعزية وعمل الطعام من قبل أهل الميت؟ هذا من البدع التي انتشرت في آخر الزمان، في هذا الزمن المتأخر. كان الواحد منهم إذا مات له قريب خصص مكان يجتمع فيه ويأتيه المعزون ثم يقدم لهم الولائم، يقدم الولائم من قبل أهل الميت، وهذا لا يجوز. كما قال جابر رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع وتقديم الطعام من قبل أهل الميت من النياحة المحرمة. فلا يجوز هذا، وإنما الواجب التعزية. يعزيه إذا وجده في المسجد، يعزيه إذا وجده في السوق، إذا أتاه في دكانه، إذا أتاه في عمله يعزيه. أما أن يجتمع ويسكن ذاك ويجلس لا يتحرك من هذا المكان حتى يأتيه المعزون، وهذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فمن عزى مصابا فله مثل أجره. يقول السائل: ما هي الحكمة في تغيير المكان عند ذلك الوادي؟ قال عليه الصلاة والسلام: من هذا الوادي فيه شيطان فننتقل عنه، يعني هو الذي أخذ عليهم النوم وأنامهم. يقول السائل: لدي غنم في البرية
وبجانب أشخاص لهم غنم نجتمع في مكان لأداء الصلاة، وكلنا لسنا بحفظة للقرآن، فهل يجوز لي للإمام أن يقرأ من المصحف؟ هذا في النافلة لا بأس أن يقرأ في النافلة من المصحف، لا بأس عليه. أما الفريضة فلا يحسن لكثرة الحركة، لأنه يعني يتحرك كثيرا، فلا ينبغي أن يقرأ من المصحف، وعليه أن يقرأ ما يتيسر، الفاتحة وما تيسر معها من القرآن. يقول السائل: ما رأيكم في من يقرأ القرآن بقرب مجمع الأحذية؟ لا بأس بذلك، لأن هذا قراءة للقرآن، ولا بأس أن يقرأه في أي مكان من المسجد. سائلة تقول: ما حكم تقبيل المرأة للمرأة واحتضانها؟ هذا كان مودة أو رحمة بها فلا بأس، وأما إذا كان على سبيل الشهوة فلا يجوز للمرأة ذلك. سائل يقول: أريد استقدام زوجتي قبل موسم الحج، ولدي 3 أولاد أكبرهم في بداية السنة 9، هل يصلح أن يكون محرما لها علما بأنها ستكون مع العوائل في باص؟ المميز يصلح أن يكون محرما لها إذا كانت مع مجموعة من النساء، بشرط أن يكون مميز يدرك، أما الصغير فلا يصلح أن يكون محرما، والمميز يكون من 6 سنوات فما فوق. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.